في نفس الوقت هم لما الشارع بدأ يتغير، فنقدر نقول التغيير اللي انا شايفه ان هو في بدايه نوع من الضغط في المده الزمنيه اللي لازم اسرائيل يتوضح موقفها ينتهي هذا الامر بشيء من الهدنه المطوله لعمل حل للمشكله. وفي اتجاه زائد داخل الاداره برضه نتيجه ذلك ان هو يبدا حل بقى نهائي للمشكله ايا كان هذا الحل، دي قضيه اخرى.